أيها الناس أحيوا أمر الحسين، ففي إحياء أمره إحياء لأمركم. الحسين من أعظم ما ادخره الله من كنوزه للمؤمنين، فمن تمسك به حظي بخير عظيم، ومن جاهله ضيع واحدا من أعظم كنوز الله. الإمام الحسين عليه السلام جوهرة في تاج النبوة، ودرة في كنز الإمامة، وتاج على رؤوس الأمة. عاشوراء مشروع خلاص ونبع إخلاص ومنهج عباد الله المخلصين. من كان مع الحسين عليه السلام لا يخاف من طاغوت دركا ولا يخشى. من عاشوراء نستلهم دروسا في تحدي اليأس في زمن الحصار، ورفض الخضوع في زمن الذل، وتمسك بالأمل في زمن اليأس. لقد علمتنا زينب عليها السلام كيف نتحدى الطاغوت وهو في أوج قوته وجبروته، ولا نهزم، فلا نخشى في مواجهته أحدا إلا الله، وننتصر به. من يتقاعس عن الدفاع عن راية الحق في المواجهة مع الباطل، فليتبوأ مقعده مع الذين تقاعسوا عن نصرة الحسين، فأذاقهم الله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. في عاشوراء تجد أعظم دروس البراءة من أبالسة التاج والسلطة وشياطين النفاق والتزوير وعبدة الدينار والدرهم. جمع الحسين عليه السلام وأصحابه يوم عاشوراء بين التحرر من أواصر الهوى والشهوات، وبين المواجهة مع السلطات، وبين العبادة والصلوات، وبين خوض القتال في الساحات.